وانا كنفكر الفكره الجديده ديال الفيديو اللي غادي ندير لكم، بان لي بلي شعري شحال هادي ما اعتنيت به. ويا جيني واحد الفكره، قلت علاش لا ما نوريكمش احسن ماسك كنعرفو ديال الشعر. عجبتكم فكره ياك؟ الا بغيتو تعرفوا كيفاش غادي نديرو ليه بقاو معايا حتى الاخر. ولكن بلاتي خاصكم ديروا شي حاجه، ما تنساوش ديروا جيم، تابوناو وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد. بالنسبه للمكون الاول اللي غادي نحتاجو هو ياغورت طبيعي، ولكن قبل خصكم توعدوني بلي ما غاديش تاخذوا من الشركه ديال دانون، كلنا مقاطعون. بالنسبه للياغورت كيغذي الشعر، كيعطيه لمعان، وكيحارب التقصف والقشر. اما المكون الثاني هو كاين في كل ظهر، واللي هو البيض. غادي تحتاجوا بيضه واحده، والبيض كيعالج جفاف الشعر، مشكل التساقط ديالو. اما بالنسبه للحمض فهو كيعالج مشكل تساقط الشعر، كيعالج لينا القشره، كيخلصنا من مشاكل الشعر الدهني، كيف ما كيعطي الشعر اللمعان الحيويه. اما بالنسبه لزيت جوز الهند فهو مغذي رائع للشعر التالف والجاف، كيمنع تكسر الشعر، كما انه ضد مشاكل فورات الراس واللي كتكون بسبب نشاط البكتيريا والفطريات على سطح فروه الراس. المكون التالي هو زيت الزيتون، كيعاون على التخلص من القشره، خاصه اذا ضفنا عليه المكون السابق واللي هو الحامض. اما بالنسبه للطريقه فهي سهله، غير كنخلطوا المكونات كاملين مزيان. بديت بالزيوت هي الاولى، تخلطتهم مزيان، وعاد بديت كنزيد عليهم المكونات الاخرين واحد بواحد. اما في الاخر ما كيبقى لي غير نشقق الراس مزيان، ما نخلي حتى شي بلاصه، وندير من الجذور حتى الاطراف. بالنسبه لهذا الماسك هو مفيد جدا للشعر نظرا للمكونات الغنيه اللي فيه، وكيف ما ذكرت لكم في الاول المنافع ديال كل مكون، فإلى تجمعوا كاملين كيغطيو الشعر مزيان. كنتمنى تجربوا الماسك ويعجبكم. اما بالنسبه للوقت اللي غادي تخليو الماسك على شعركم فهو كيتراوح من ساعه حتى لثلاثه السوايع. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، و الى عجبكم ما تنساوش ديروا جيم، تهضروا معايا في الكومونتير، وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي عزاز عليكم ولا شي حد كيقلب على ماسك زوين للشعر. و الى بغيتوا تبقاو تشوفوني ديما، ما عليكم غير تابوناو وتضغطوا على الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. بسلامه.